ومن جانبهم أكد ممثل اتحاد طلاب مصر عن رضاهم عن مستوى النقاش داخل جلسات الحوار الوطنية. كما أكد ممثل اتحاد طلاب مصر إنهم ما طرحوا المشاكل التي تواجه الاتحاد لإيجاد حلول لها. هي مش أول جلسة أنا أحضرها، بس الجلسة دي أنا كنت متحدثة فيها. الحقيقة أنا كنت منتظرة إن أنا أتكلم بصوت طلاب مصر، مش هتكلم بصوتي لوحدي، أنا بتكلم بصوت 25 مليون طالب. وكمان كنت أهم حاجة عندي إن أنا أقدر أطرح المشاكل اللي فعلا بتواجهنا، ونقدر إن احنا نوصل لأسرع نتيجة عشان نوصل لأحسن النتائج بسرعة. احنا كلنا كنا جايين بنمثل صوت 25 مليون طالب مصري، فكان كل واحد عنده فكر وعنده جزئية معينة حابب يوصلها وتحدي معين حابب إن هو يلاقي حل ليه ويوصل الحل الخاص بيه، فكان كل شخص فينا كان ليه الدور إن هو يوصل تحدي معين ويوصل الحل الخاص بيه. بتكلم باسم اللجنة الفنية. فبالنسبة لي طالب الاتحاد بيقابل مشاكل كتير جدا، بحيث ان هو يوصل مبادئه واهدافه، وان هو يوصل حسه الفني، وازاي هو ينشر الفن في نفوس الطلاب كلهم. وفي حاجات جديدة ظهرت احنا محتاجين ان احنا ندخلها على الطلاب اكتر، زي مثلا الفنون الليبرالية. الفنون الليبرالية مزيج من الفنون زي فن الهندسة والشعر والادب، ودوت بيدرس في الولايات المتحدة الامريكية. فاحنا محتاجين ندخل فنون اكتر، نوفر حاجات مهمة جدا لمتحدين الاعاقة. في شباب رغم انهم عندهم 16 17 سنة الا انهم عندهم فكر مميز، عندهم افكار حابين يتطوروها. في افكار اوريدي بالفعل موجودة، بس احنا ليه ما نطبقهاش بطريقة مختلفة؟ اختلاف الاجيال بتعمل نسبة مشكلة صغيرة جدا، ان انا عندي فكرة كذا وانا عندي فكرة كذا، ممكن تكون نفس الفكرة بس الاليات مختلفة. فاحنا لو استمعنا الاليات من فكر جديد اللي هو فكر الشباب هيساهم جدا في تطوير المجتمع. فاحنا سعداء جدا بالفرصة العظيمة دي. بطالب الطلاب والشباب اللي هو لسه طالع الجيل الجديد انه يشارك في اتحاد الطلبة، لانه فعلا هو بناء الشخصية، هو اللي بيهدف لبناء الشخصية المصرية القادرة على الابداع والابتكار ومواجهة الاتحاد.